معالي الرئيس خفف التوتر اللي فيه في البداية نرفع. لا ما في توتر. لا والله في توتر يا معالي معالي لو مو متوتر معاليك. انزين في البداية نخلص نرفع خالص التهاني والتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، وأقول لك العام ومملكة البحرين في عز وخير وتطوير. بالنسبة معاليك هناك أربع أسباب لأهمية الانتقال بالصناعة البحرينية والخليجية إلى العصر الجديد. أولا أزمة الطاقة وتغيير المناخ يطرقان الباب، يعني على وشك يعني وتيرة قوية، ويجب على الصناعة البحرينية والخليجية أن تتماشى مع العالم من أجل مواصلة التصدير بأسعار معقولة، وإحنا في ظل ارتفاع الأسعار بسبب أن إحنا نأخذ السلع من خارج مملكة البحرين فسيأتي التغيير من الجذور من الأسفل المصانع والمستهلكين مع ارتفاع الأسعار والسلع المتوقعة باستمرار هذه الاتجاهات. يجب تطوير خطوط الإنتاج من أجل التعديل على هذا الاتجاه. طبيعتنا نعم في خطر، تحلل الكثير من الموارد أكثر فأكثر في العمليات الإنتاجية، وبناء ستؤدي الاستدامة في الصناعة على تقليل الموارد الطبيعية وحمايتها الطبيعية الحضرية والبيئية والمعيشية للنباتات والحيوانات في فشت العظم.